اللي يحكي على المكنين زوز انواع، يقول لك المكنين باهيه وبلاد الخير وبلاد الرجال، واشتر الاخر يقول لك مكنين ما عادش بلاد الرجال، ما عادش تجي حتى شيء كثر اللي الفوضى اللي فيها وبكثر منها ما نقولش رجاله. شنو تقول انت؟ لا شوف البارتي الاولى الساعه اللي يقولوا المكنين بلاد الرجال والمكنين كذا، المكنين ايه بلاد الرجال والمكنين بلاد كبيره والمكنين عندها تاريخ كبير والمكنين كذا، ما كنتش نحكيو في الحاضر توا، احنا نقولوا بلاد الرجال خاطر معناها باللي يكون راهو شو، لكن الاربع كعبات اللي ينقصوا دوك اللي عندهم الفارينه وعندهم الرحي راهم ما يمثلوش مكاكنين، كان نحسبوهم يتعدوا بالصواب. اما شنو اني يعني واحد من الناس كمكني وليت نرى في روحي ديفيزيون دي، نقولها علاش خلينا نحكيو لكن تبقى مكني بلاد رجال ولادة الرجال. تبقى شنو قلت لك اني قلت لك ما نجموش اربع كعبات يتعدوا على الصوام وانا باش نعموا بهم المشكله في المكني، المشكله خاصه في المكني انه العباد ما تحكيش، العباد ما تكلمش. يا اخي يجيك بعث لي المشكله وين يجيك كاني كانسان باش نتكلم من المقت ومن الهم، تلقى هو يحب يتكلم راه ويراك انت تتكلم يقول لك شنو دخلك انت ايش بك تتكلم، يتكلم يا اخي نتكلم كما هما يعملوا يضرب معناه يظهروا فين التصويره خايبه، انا لازمني نتكلم ولازمني نظهر التصويره معناها الحقيقيه. شو المشكله في المكنين ما ثماش كيقولوا ما ثماش رجاله، مش ما ثماش رجاله في المكنين، ما ثماش رجاله في السلطه، ما ثماش رجاله في مراكز معناها في مواقع القرار.